جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هيلي إن الأطراف على الأرض يجب أن تلتزم بكافة آليات التهدئة، منتقدة خطوات التصعيد الأخيرة التي جرت بين إيران وإسرائيل في الأجواء السورية. الولايات المتحدة تدعم بالكامل مبادرتك لإعادة الأطراف إلى جنيف والبدء بالعمل على دستور على لجنة دستورية جديدة بحسب القرار 2254، ولكننا لن نصل إلى الوضع على الأرض. ما زال يتصاعد بمخاطر كبيرة. إيران من جديد تفعل ما تفعله عادة، تقوم بتصعيد النزاع وتقوم باختبار إرادة الدول المجاورة والمنافسة، وذلك لمقاومة عدوانها. إسرائيل عن وجه حق اتخذت إجراءات للدفاع عن نفسها. الولايات المتحدة ستدعم دائما حلفائها عندما يواجهون استفزاز من إيران، حزب الله أو نظام الأسد، ولكن هذا الحادث يسلط الضوء على الواقع في سوريا اليوم. إن الأطراف على الأرض يجب أن تلتزم بكافة آليات التهدئة المنشأة، وحرص على أن هذه الحوادث لن تتكرر من جديد. إن نظام الأسد بات واجهة لإيران وحزب الله وحلفائهم، وذلك للدفع قدما بالخط الشرق الأوسط.